عشية كذبة واحد نيسان، لقائنا مع دكتور رائد محسن اختصاصي بالإرشاد والتوجيه العائلي تحت عنوان الكذب المرضي بالعلاقات العاطفية. دكتور محسن صباح الخير. صباح الخير لك ولكل عم يشاهدونا. أهلا وسهلا فيك. شو هالعنوان دكتور؟ شو هيدا الموضوع؟ عنوان قوي ويعكس حقيقة عدد لا بأس به من العلاقات العاطفية وغير العاطفية، العلاقات الإنسانية. صحيح صحيح. هلأ رح نشوف قديه يعني بيلحقها طرطوش العلاقات التانية، العلاقات العائلية بين الزملاء بين الصداقة. بداية دكتور، يعني السؤال بيطرح حاله، الكذب المرضي هل هو سلوك مزمن بيتعود عليه الشخص ما بيعود يطلع فيه إلا بخضوعه لجلسات عن طبيب مختص؟ أوكي، هلأ بأول كلمتين قلتون في جواب، والقسم الثاني سؤال الثاني في يعني سؤال جملتك سؤالك بسؤالين. اول شيء بدنا نفرق بين الكذب المرضي الكومبالسيف سوري الباثولوجيكال والقهري اللي هو تعود عليه. القهري هو اوت اوف هابت من العاده، يعني كومبالسيف لاينج وباثولوجيكال لاينج. نحن عم نحكي عن الكذب المرضي، ومش غلط نحكي كمان عن الكذب القهري لانه ميز بيناتهم. القهري معناتها انه كذب لكذب، ما قصدي اذي حدا، كذب لكذب انه ركبتني فكره الكذب وبكذب. المرضي اللي عم نحكي عنه في مانيبيوليشن، في خدع، في انا اوصل لمكان ما حتى لو حدا غيري اذى. هلا بنرجع نفصل فيهم، بس بنجاوب على سؤالك القسم الثاني من السؤال اللي هو ايه مزبوط بدها معالجه. يعني ما فينا نكفي علاقه عاطفيه او غير عاطفيه مع حدا ما قبلاني او منه قبلان انه يروح للمعالجه لهالامر هذا. لانه تصور حدا عارف حاله عايش مع حدا عم بيكذب، بصير كل ما حكي كلمه بده يعمل له فحص دم اذا مزبوطه صحيحه او مش صحيحه. يعني على الشريك اللي عم بيبادله هالعلاقة العاطفية كيف بيتعاطى مع المصاب بالمرض الكذب يعني المرضي تحديدا؟ أيوة المرض بده وقت تكتشف. يعني إذا حدا هلأ عم يتعرف على صبية، لأنه هو يجوز هو أو هي، ما دائما بنقول يعني عندما نريد أن نميز بين الجنسين الذكر والأنثى بقول، وإذا ما قلت معناتها أنه ينطبق على الاثنين. فإذا تعرف على صبية وبعد فترة يكتشف انه عنده الكذب المرضي، لانه اول شيء بيكون بيفتكر انه عم تحكيه مزبوط، بعدين بصير يشعر انه لما يحلل القصص انه يا عمي ما في ارتباط بالواقع، او ما هي في اشارات، في ساينز، في اشارات انه هل كيف انا في اعرف من بعد ما صار لي تنقول ثلاث اسابيع بشكل متواصل مع شخص انه هو عنده كذب مرضي. بتصير تحسي تعرفي انه عم ينسب قصة لإله، وانت عارفه انه مع مين صارت وما صارت معه. نعم مزبوط. يعني بدك فترة معه تتعرفي قصص اصحابه، تتصيري تعرفي انه هاي القصة ما صارت معه وصارت مع فلان. دكتور مزبوط انه بيكون عنده قدرة على الاقناع باختلاق قصص ما لها وجود؟ صحيح صحيح مزبوط هيك. واذا واجهته بعدم حقيقتها، يعني اصلا عم نحكي بالعلاقات العاطفية بدها بحاجة لوقت تواجهه بالموضوع، ليه بتتأكد ما تشرح له شعوره، وبركي أنا مغلطة وبركي مزبوط هيك صار، ماشي الحال هو بالغ شوي، تصير من باب إنه ما عليه بيحكي قصة بس ببالغ فيها شوي، بعدين بتوصل لوقت ما أنا مرتاحة فيه بالعلاقة. هيدا الوقت ما حدا يمكن ياخذ شهر، ما حدا يمكن ياخذ ستة أشهر تتعود بطلت مرتاحة معه. فإذا لما تواجهه بالموضوع إنه هيدي ما صارت أبدا القصة، بيغطي كذبته بكذبه، بفوت بتفاصيل اكثر، وهودي بيطلعوا معه بشكل عفوي لحتى الا كيف معقوله انت انه تهميني هيك شيء، انه هذا ما صار، كيف ما صار، وبغوص. ونفس الشيء اذا كان مكان العمل يعني وحدا شكك بروايه ما مستعد بفت لك بتفاصيل. فاذا لذلك بنقول انه ايش هالقد هو مريض، ايه ما هو ذاتس واي اتس باثولوجيكال، لذلك هي كذب مرضي وبده معالجه. ف ثقته بنفسه متدني، اعتداده لو سيلف استيم، عنده اعتداد تقدير لذاته متدني، بصير يغطيه بهالقصص هيدي. والا ليه بده الواحد يكذب لحتى يبرهن انه انا افضل مما انا،
انه انا الناس بفتكرتني انا انسان عادي، انا لست عاديا، بصير يروي قصص عن حاله. هلا اوقات بينسب قصص صارت مع غيره ولا نفسه، اوقات بتكون قصص ما صارت مع حدا لا مع غيره ولا معه، يعني من نسج الخيال مثل ما بيقولوا. صحيح، من نفس الخيال، وقادر يحب، قادر يحب يعني، لانه عم نحكي عن العلاقات العاطفيه، قلب استطاعته اللي عنده كذا مره انه يحب، قادر يحب، بس كيف العلاقه بدها تكون مع من يحب. صحيح، ما هون السؤال. طيب دكتور، بهيدي القصص والروايات اللي بيألفها وبيقنعك فيها وعنده قدرة على الاسترسال واستحضار أفكار يمكن ما بتخطر ببال حدا، هو بيحط حاله بدور البطل ولا بدور الضحية، أو ممكن يكونوا اثنين لا يعني حسب الشريك الآخر معه بالعاطفة؟ هو الفيكتيم، هو دايما الضحية، دايما الضحية، دايما الضحية إذا حدا جرب يكشفه أو يواجهه، لكن هو دوره دائما دور بطولي، دائما هو اللي عمل، وفكرته اللي كانت، انا اللي اعطيته الفكره للمانجر مكان العمل، للمديره اعطيتها الفكره انه تعمل الدوام من الساعه كذا لكذا بكون انسب نفسيه للموظف. فكرته كل شيء بيطلع بالاداره اذا كان مكان العمل فكرته، وبالعلاقه اذا حدا من اصحابهم عم يعطيهم اطراء على علاقتهم قديه هي حلوه وقديه هن كوب حلوين، قديه هن كمان بينسب كل شيء له. يعني لو ما انا بعطيها من وقتي وكنت وبعرف كيف سيرها ودير لها شعورها ما كنا ضيّلنا هالقد، مثلا انه بينسب كل شيء منيح له وكل شيء مش منيح لغيره، مثل ما كنا عم نحكي، مثل ما وقت نحكي عن الشخصيه النرجسيه، نحكي عن شخصيه نرجسيه لا تخطئ دائما اخطاء غيره، بقى في ترابط بين المرض، الكذب المرضي والشخصية النرجسية الدافع عن حالها. نعم. بخاف الفشل، يعني احنا عم نحكي عن ضحية، ايه ضحية اذا هجمت، ولانه بخاف الفشل بصير يحكي روايات وقصص تعظم من شأنه. تصور انه يعني كيف واحد معقول يكون مع صبية او مع شاب ومثلا تسأله امه وين اكلته، ايه هو صديقته كان او خطيبته او زوجته، انه وين اكلته، عم نحكي بابسط امور الحياه، بلا اكلنا بالمطرح الفلاني، وهن دم خطيبته اللي كان هو اياها من ساعتين سوا عم يقدوا ما كانوا مطعم الفلاني. استقرته شو اكلته، كمان بيقول لها طبخه او اكله من نسج خيره، يعني مختلف عن الواقع. هون دكتور كنت بدي اسالك، اذا المصاب بالكذب المرضي بيكذب بكل الحالات خارج اطار العلاقه العاطفيه وعلى اكثر من شخص؟ صحيح، ايه بيكذب بكل الحالات، هو مثله مثل الكومبالسيف لاير. هلا في كثير امثله انا بعطيها تنطبق على الاثنين، على الكذب القهري والكذب المرضي، مع انه في خط بيناتهم، انه الكذب القهري لا يؤذي الآخرين مثل ما، أو إذا أذى بكون عن غير قصد. يعني المثل اللي أعطيته عن الأم والطبخة والمطعم ينطبق على القهري أكثر من المرضي، لكن تيتهم بمرسوه. بس ليش القهري غصبا عنه يكذب؟ لأنه معود بقى، حتى أمه سألته وين أكلت بيعطيها اسم مطعم تاني، أو الطبخة بقى هيدي تندرج تحت الاثنين. بس شو كان سؤالك؟ لا، السؤال إذا يعني بيتخطى العلاقات العاطفية بيقدر يكذب بكل الحالات، بيقدر يكذب على أكثر من شخص، منا محصورة فقط بعلاقته مع الشريك العاطفي. إيه معلوم، إيه صحيح. لذلك مكان العمل كمان نفس الشيء، يعني لما يطلع صيته بمكان العمل بده وقت يطلع صيته، السمعة يعني. نعم. بده وقت يطلع سمعته بمكان العمل، لأنه بيبقى عامل هالي حواليه، هالي وبيحكي بطريقة ينتقي الألفاظ والكلمات والتعابير. نعم. اللي بتخلي امبرسيف، يعني تترك انطباعا ايجابيا عند الاخرين عندما يتحدث او تتحدث، بشكل ما معقول واحد يكون بيحكي بيقعد جالس وبيحكي جالس وبينتقي الكلمات انه يكون عم يكذب. بده يصير في مقارنه، كومبيرينج نوتس، بده يصيروا الموظفين دخلك قال لك انه هيك كذا معقول يكون هيك يعني. ف اذا والبلد صغير، وخاصه بالشركات يعني حتى هيدي يلا صارت مش بس بالبلد الصغير، نعم. احنا مجتمعاتنا العربي صغيره، حتى وين ما كان بوجود السوشيال ميديا، بوجود التواصل الالكتروني، واحد ما في كتير بقى يخبي كذباته. صحيح، صار بينكشف بقى لما يقارن معرفتك بفلان الفلاني، وخاصه اذا اثنين ثلاثه ركزوا انه يدرسوا له شخصيته، عم نحكي بمكان العمل.
نعم سرعان ما ستكتشف انه مخرجه يكون بهالمكان اللي هو فيه او هي فيه. طيب دكتور، الناس بتتجنب، ليش الناس بتتجنب انه يقارنوا ويحكوا عنه؟ خوفا منه، بيفتكروا انه لا، هيدي هين له، معقول حدا منه يكون هذا الشأن ويكذب؟ هو مين مكان ممكن يكون عنده مرض اجتماعي؟ مين مكان ممكن يكون يعنف الاطفال جنسيا، يستغل الاطفال جنسيا، سكشوال ابيوزر؟ مين مكان؟ ومين مكان في يكون كذاب؟ مين مكان في يكون بيسرق مصاري من الشركه اللي هو فيها، يختلس؟ مين مكان ممكن يكون مختلس؟ رئيس جامعه ممكن يكون مختلس، رئيس مجلس اداره بنك ممكن يكون مختلس، بالجيش ضابط ممكن يكون مختلس. مين ما عنده وصول لمبلغ مالي او توقيع على شكل مصرفي ممكن يكون مختلس، ما له شخصيه مختلس، يعني كيف شكله؟ ونفس الشيء كذاب. نعم طيب، الافراد الاجتماعيه كلها موجوده فينا كلنا، بغض النظر عن الشكل كيف. نعم. الواحد بتعرف. طيب دكتور محسن، راح اطرح بعد كم سؤال عن هويه المصاب بالكذب المرضي، لنرجع نشوف الشريك شو بده يعمل، يعني كيف بدنا نطور العلاقه، كيف بدنا ننهيها باي اسلوب. انما هل صحيح انه ممكن ان ينتج عن الكذب المرضي الاصابه بحالات عقليه مثل اضطراب الشخصيه، ممكن تكون معاديه للمجتمع او للمحيطين فيه؟ هي اللي عندهم انتي سوشيال ديسوردر، عندهم الاضطراب تبع معاداه المجتمع. ما عم نحكي حدا منغلق على ذاته، في فرق بين حدا انتروفيرت منغلق على ذاته، لا يحتك، منعزل، لا يحتك بالاخرين، هيدا شيء، وعنده عدائيه للمجتمع شيء اخر. نحن عم نحكي عن عنده عدائيه للمجتمع. نعم. والناس اللي حواليه ممكن كثير انه يكون عنده الكذب المرضي. هلا بنفس الوقت، وهون كمان يعني من ضمن سؤالك هيك تذكرت شغلي، مسألة السكيزوفرينيا، مسألة الانفصام بالشخصية والهلوسة. واجتمعت أنا، كان عندي اجتماع امبارح التقيت بيه، بس يسميه لك رؤساء جمهوريات، يعني هيدا منه كذب، هيدي حالة ولا كذب مرضي حتى، هيدي حالة انفصام، لأنه هو مقتنع أنه شافهم، اجتمع بالرئيس الفلان وقال له أنه الوضع الاقتصادي سيتحسن بدل من الأسبوع القادم، اجتمع بوزير دفاع الدولة، ما بعرف اي دولة، وحلل له اياها، واجتمع بالسفير الروسي ومدري شو. فاذا هيدي بدنا نميز بين، وهيدي هون اللي عايش مع حدا هيك من الاهل او من بعلاقة عاطفية، في نميز بين حدا عنده كذب مرضي وحدا عنده بيحكي لوحده، ممكن بتصير مصدق تماما انه هيدا الشيء صار معه، بينما الكذب المرضي بيخليك تصدقي انه هو هذا الشيء صار معه، لكن هو عارف انه الشيء هذا ما صار معه. بقى كمان هيدي لما التشخيص عند المعالجة النفسية او الطبيب النفسية بساعد التشخيص انه تيميزوا هيدي شو هيدي شو، لانه في مطرح مكان معين انه كلهم بدهم علاج، بس لا. هون يختلف الدواء اذا في وصف الدواء. نعم اذا سوري، تفضل تفضل تفضل. لا هون كمان يمكن من سؤالك انه، فإذا كيف الاستبقاء على علاقة عاطفية؟ والجواب تدأنا فيه، برجع نقول هلا، ليس باستطاعتك أن تبقي مع حدا عنده كذب مرضي إن لم يلتزم بالذهاب للمعالج النفسي، وإلا هيك حياتك رح تضل، يعني كما هو الآن سيكون بالمستقبل، إن أقدمت على الزواج من هكذا شخص سيبقى على ما هو عليه. المواجهة مع هذا الشخص ما بتنفع دكتور رائد محسن؟ يعني إذا بتواجهه بالحقيقة بيواجهنا هو بالإنكار ولا شو؟ ممكن ممكن إيه. لا هو أكيد أول فترة بده يواجه بالإنكار، مثل ما بدأنا وقلنا نغطي الكذب بكذبة، عم نحكي إنه وصل لمطرح تنقول اسحقها تماما، مثل المدمن، مدمن على المخدرات، مدمن على الكحول، مدمن على أي شيء، بحالة نكران بنقول طيب إذا بدك تساعدك توقف المخدرات بدك تقتنع إنه أنت صرت مدمن، مش إنه بعدك عندك انطباع عن ذاتك انه فيك توقف وقت اللي بدك. اذا اقتنع انه يا عمي لا ما في وقت اللي بدي وبدي تساعدوني، معناتها صار في روح على المعالجه. هون نفس الشيء، انه بده يقتنع انه خلص، انه صارت المساله بين اصدقائنا مصدر للخجل، كل ما نروح لمطرح صارت قاعده، وهلا بتمنى انه ما يفتح تمه ويحكي، بيقوم بيحكي، بصيروا بتلاحظ على رفقاتهم عم بيطلعوا ببعضهم. طيب اذا اجتماعيا صار وضعك هيك
معناته وهو ما اقتنع انه بده يروح عند معالج، بتشوف شو بدك تعملي اذا تزوجتيها هيك رح بيكون. نعم. فحتى اجتماعيا فيها امبارسمنت، فيها خجل مع الاصدقاء، وممكن كثير تكون بلشت بالطفوله واستمرت، خاصه الكذب القهري الكومبالسيف، انه لانه هيدا اوت اوف هابت، هيدا من العاده، ما توقف بعمر الست سنين والخمس سنين، لانه طبيعي اولاد الاربع سنين ثلاث سنين صبيان او بنات خمس سنين بصير يحكوا قصص من نسج الخيال، قصص مهضومه حلو نسمعها بس ما نغزلهم اياها، لو اي كمان شو صار بعدين شو وين عدتوا رحتوا، وعارفين انه هي عم بتخترع، لا خليها تخترع الفيلم السينما اللي بدها اياه لعمر معين بعد الست سنين. هلا في ناس بيقول للسبع سنين مش غلط، بس بعد الست سنوات ما مفروض بقى يحكوا اطفالنا من نسج الخيال قصص انه بدي زيح بالسياره لحتى قاعد وبسمي صديق صديق وهمي حد. نعم. هيدي عمر اربع سنين بيقولوها اوقات وثلاث سنين بيقولوها. بس ما تتطور يعني ما تصير هون بتتطور وبتضل ماشي 9 سنين و10 سنين تغطي، بدنا حكينا عن الثقه بالنفس، تغطي ثقته المتدني بنفسه هو عمره 9 سنين و10 سنين، وكي يظهر بمظهر على ما هو عليه امام ليس هو عليه امام اصدقائه بالمدرسه او صديقاته بالمدرسه، خاصه حتى انه هي اعظم شانا تستمر معها لعمر 12 13 بتفوت بسنين المراهقه وبتضل ماشي بالكذب القهري. نعم. كشف المصاب بالكذب المرضي سهل؟ لأن قلت حضرتك ممكن بعد شهر ممكن بعد ست أشهر، بس لا محال يعني إلا ما ينكشف من قبل الشخص الثاني. إيه هي حسب الواحد قد إيه بحالة حب، يعني إنه لطيف ما معقول حدا مثله تكون بتكذب أو حدا مثله يكون يكذب، وبعدين مدى التفاعل الاحتكاك إذا قلنا على شهر معناتها بنشوف بعضنا كل يوم، ممكن بشهر ساعتها. بس ست اشهر بكلام الحب دكتور مره او مرتين على ست اشهر، يمكن ما اكتشف غير بعد ست اشهر حسب. نعم. شو اسمه؟ نعم. بكذب بتعابير الحب؟ سوري؟ بكذب بتعابير الحب؟ ممكن كيف بكذب مع الشريك؟ بكذب بكل شيء، من هيك بصير في عنده شك او عندها شك انه هل هيدي صح او غلط، بكون صح بحبها عن جد ما بكذب، مش معناتها اذا حدا عنده كذب مرضي وتقول بحبك معناتها عم بكذب. بس ممكن يكون عم يكذب لانه هو من جمله الاشياء اللي بحبها لانه عم تسمع له ولانه عم يمارس سيطرته عليها، ولما تتحدى بتبطل تناسبه لانه بطل تغزيله لانه تبعه. نعم. هيك بيعرف يحب، هيك بيعرف يحب. نعم. حدا هلا عم يسمع بقول له فاز ليس حبا، بالنسبه له هذا حب، شو بنعمل؟ نعم. دكتور عم نحكي انا وياك بصفه المذكر، ممكن نشوف يعني النساء عندهم حاله مرض بالكذب المرضي؟ انا الامثله اللي اعطيتها اخذها من 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 من, من اناث كمان. نعم. وبساعه بدي حكيت مذكر بس اني ثانيته نفس الشيء. هلا في حدا بيقول بس هيدي اكثر عند الاناث ما هي عند الذكور، ما بعرف دراسات. نعم. شو بتقول، ما شفت اذا عند الذكور او اناث، لكن بنقول انه في كثير هلا اللي عم يشاهدونا فيهم يفكروا بإحداهن او باحدهم، بقى هن موجودين. نعم. بحياتنا، والصبايا بكل الاعمار. نعم. فيهم من ناحيه، مش بس بنميز كمان بين حدا بحاول يتباهى ماديا بشيء ما ندرجه تحت الكذب المرضي، يعني مش كل. نعم. واحد بكذب معناتها عنده مرض. نعم. شخصية المصاب بالكذب المرضي هل هي شخصية ناجحة ولا غير ناجحة بالحياة؟ بالحياة لا، ممكن تكون ناجحة بالحياة. هلا علاقاتهم غير مستقرة مع الأهل. نعم. وعلاقاتهم عبقول ممكن تكون ناجحة، ما بقول إنه أكيد ناجحة، حسب وين عم بيشتغلوا، البيئة عم بيشتغلوا فيها، وإذا كان هو الشركة أو مكان العمل لإله أو بيشتغل عند الآخرين، وإذا بيشتغل عند الآخرين خاصة اللي عنده كذب مرضي، معناتها بيعرف عمين يكذب وعمين ما يكذب، بيعرف إنه هيدا ما رح يمرق لي إياها، وهودي أصلاً بحكم الهرمية بالعمل ما فيهم يتحدوني كثير. إيه لا، ما هني المانيبيوليشن لما نقول بيخدعوا، معناتها الكلمة أكثر من خدعة. يعني بفهم منك دكتور واعي على الكذب اللي عم بيقوله. وأكيد واعي. نعم. مش يعني هو عارف حاله إنه كذاب. إيه السكيزوفرينيك اللي عنده انفصام غير واعي. يعني بيفتكر انه انا عن جد امبارح اجتمعت بالرئيس الفلاني. نعم. لا، اللي عنده كذب مرضي واعي، وابداعه بخليه مثل ما قالت
يغطي على اذا انت كشفت انه عم كذب عليك. نعم. طيب من السهل اقناع يتوجه بشكل عند سوري الطبيب بشكل دكتور. انه ايه بس بشكل انه يمكن انت تعتذر مني انك اتهمتني بالكذب حتى. نعم نعم لهالدرجة. من السهل اقناعه انه حالته مرضية بتستدعي استشارة طبيب مختص، طبيب نفسي او معالج نفسي، والمعالج النفسي حسب وين راح بالاول. اذا إيه بس قصدي من الصعب اقناعه. سوري ما سمعت. من الصعب او مش صعب؟ إيه طبيعي مش صعب اقناعه، اكيد بده يحس انه هو عم يخسر شيء بالعلاقه اللي هو فيها، شيء كثير مهم، بشكل انه ضلني انا معك بعلاقه، وهو كثير مصر عليا انها تروح عند معالجه نفسيه، وهو بيعني لها كثير لحتى تقبل تروح، لانه ممكن كثير تفكر هي انه هي كمان عم نحكي لانه هلا بالانثى ممكن الوقت عم نحكي مذكر، انه هي شخصيتها النرجسيه تستبدله بواحد ثاني، انه لم يعد مطيعا لها. مين انت تقول لي روح عند معالجه نفسيه؟ فبتستبدله بشخص ثاني. طبعا كون عم تستعمل مثل ما الشاب بيستعمل وسامته، هي بتستعمل جمالها واسلوبها وحكيها بشكل ما معقول وحده مثلها تكون عم تكذب هالكذب هذا كمان. نعم. طيب دكتور نحن وقتنا شارف على النهايه، بدي منك دكتور رائد محسن، وبعرف انه كلمتك مسموعه اليوم، اذا في حدا عم يحضرنا وعنده هيدي العلاقه العاطفيه مع شخص مصاب بالمرض الكذب المرضي، أكانت أنثى أم ذكر، بتنصحهم يبرموا ظهرهم ويفلوا ويزمطوا بريشهم؟ إلى متى ستبقى في هذه العلاقة إن لم تذهب إلى المعالجة؟ إن قررت أن لا تذهب إلى المعالجة، ساعتها اللي حضرتك عم تقوله إنه شو بدك تعمل؟ ضلك بهيك علاقة؟ بدك تبرم ظهرك وتمشي في حياتك بالأخير. بس هلا إنقاذها لأنه أنا عن جد بحبها وهي بحالة مرضية، إنقذها مش غلط. كيف فيك تقنعها انت وعائلتها انت وما بعرف مين انه تروح للمعالجة؟ نعم. بس الواحد ما بده يعيش يعني اهم شيء اذا بدي اختم بشيء بقول انه ما ينكر، ما يكون الواحد بحالة دينايل انه لا هي مش هيك، ثاقبت كذبت، هيدي بتقولها اول ما بلش تعرف عليها ثاقبت كذبت. نعم. تبع انه طلعت مع شاب وثاقب بخيل، بس لا هو منه بخيل. طيب ما انت عم تطلع انت وياه وعم تظهري انت وياه ومعك وقت تكتشفي اذا بخيل، لا انت بتضل تنكري اذا هو بخيل او لا. هون نفس الشيء، دوام بتضل تنكري اذا هو بكذب او لا. صار قدامك مع عائلته عم بكذب، مع بالمجتمع عم بكذب، معك عم بكذب، بدك تضلي معه بتكون حياتك وعلاقتك معه كذبه. هيدي الشخصيه وين بتنجح اكثر شيء؟ باي مجال عمل دكتور؟ والله العمل ممكن تنجح وين مكان، يعني اذا عرف يمرق حاله وعرف وين يضرب الكذبه وين ما يضرب الكذبه، ممكن يكون استاذ مدرسه او معلمه مدرسه، ممكن يكون بقطاع مصرفي، ممكن يكون طيار، ما قال عبره يعني. لا مثل ما قلت انه وين مكان السكشوال ابيوز، مين مكان يكون استاذ مدرسه بعنف واستغل جنسيا، والمحامي وعامل نفايات وسائق السياره وطبيب الاسنان، ونفس الشيء كلنا نعم. بتندرج عليهم كلنا بتندرج علينا المواصفات اللي نحكيها، الحالات المرضيه الذهنيه بتندرج علينا وتنطبق على كل نعم. واحد منا شو ما كان ذكر او انثى، وين ما كان بالمكان العمل. نعم دكتور رائد محسن، انا اليوم كثير مبسوط انه الحمد لله مرقت المقابله، ما حدا قطعنا بالنقل المباشر ولا اي مسؤول ولا اي خبر ولا اي حدث. خليني اختم معك بفكره بتحب تقولها حول هذا الموضوع للاشخاص، ما بعرف اذا هن رح يقتنعوا بحالهم انهم مصابين بالكذب المرضي، او للاشخاص اللي بلش عندهم الشك بشريكهم بالعلاقه العاطفيه انه عنده هيدي الحاله، شو بتقول لهم؟ عدم التردد بمواجهه حدا بعلاقه مع حدا عنده كذب مرضي، عدم التردد فيه، التردد ان واجه هذا الشخص معناتها أنا بحد ذاتي ثقتي بنفسي متدني بشكل أنه بخاف أنه تقوم تتركني هلأ لأنه عم تعتبرني أنه عم بتهمها بشيء باطل، وأنا متأكد منه، بس ما بدي أخسرها. طيب ما بدك تضلك بعلاقة مرضية ما بدك تخسرها، معناتها واتس رونج وذ مي، شو غلط فيي أنا لحتى بفتكر أنه ما ممكن لاقي حدا تاني يحبني مثل ما هي بتحبني، أو أنا مهووس بجمالها أو بجماله بوسامته بقدرته المادية بمركزه الاجتماعي، ما ممكن لاقي واحد مثله، لذلك ما رح واجهه. فلا يجب مواجهة هذا الشخص، ما في نضلنا نأجل الاقتناع أنه مقتنعة أنت بتقتنعي. نعم.
شكرا لك دكتور على هذا الموضوع ملفت للسمع وللحوار وللمناقشة وللاطلاع عليه أكثر وأكثر. إن شاء الله منشوفك الأسبوع القادم وبموضوع جديد أكيد مثل ما تعودنا معك دكتور محسن. أهلا وسهلا فيك بيوم جديد. مشاهدينا منروح نحن وياكم إلى فاصل إعلاني. اللقاء الأخير بيجمعنا باختصاصية التغذية سينتيا الأشقر، نحكي معها عن كيفية أقناع الأولاد باتباع حمية غذائية وشو هو الدايت المناسب للأولاد تحديدا عندهم وزن زايد. كل التفاصيل بلقائنا مع سينتيا مباشرة بعد البريك.